السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الثانوية العامة. هنتكلم النهاردة عن درس مهم جدا ولازم هنلاقي عليه جملة في امتحان آخر العام، ألا وهو تصعيد الصفة. الأول لازم أفهم يعني إيه تصعيد الصفة. الصفة بتصعد درجة تانية وبتصعد درجة تالتة. نفهم يعني إيه كلمة تصعيد الصفة. أولا في حالة الدرجة الثالثة بستخدم كلمة أم، وفي حالة الدرجة الثانية بنستخدم كلمة اسمها نخ أو فيل. وبالمناسبة يجوز إن أنا أشيل كلمة نخ وفيل، يبقى أنا لو لقيت قبل الأقواس كلمة أم لازم أختار يا إما بيستن يا إما مايستن يا إما ليبستن. لو لقيت كلمة نخ أو فيل قبل الأقواس لازم أختار يا إما بيسر يا إما مير يا إما ليبر. يعني ايه درجة تانية ويعني ايه درجة تالتة؟ دلوقتي انا معايا دلوقتي ماسك 3 اقلام. لو قلت لك القلم ده خطه جيد، القلم ده كده خطه جميل، وخبيت القلمين التانيين، خلاص دي كده القلم خطه جيد، دي كده اسمها الدرجة الأولى اللي هي كلمة جود. طيب هخبي واحد واسيب واحد، بقول القلم ده خطه أحسن من القلم ده، يبقى أنا كده بعمل مقارنة ما بين اتنين، بس بعمل مقارنة ما بين قلمين. في الحالة دي لو بعمل مقارنة ما بين حاجتين اتنين بس، بستخدم اللي هي الدرجة التانية. يبقى الدرجة التانية وفي درجة تالتة، يبقى الدرجة التانية اللي هي مقارنة، أسلوب المقارنة بيكون ما بين حاجتين بس، يبقى أقول القلم ده أفضل من القلم ده. في الحالة دي هستخدم كلمة بصر. أجيب القلم التالت وأقول أدي عندي مجموعة من الأقلام أهو، بقول إن القلم ده الأفضل، أفضل واحد في مجموعة. يبقى كلمة أمبستن معناها الأفضل لو بعمل حاجة اسمها، ما هيش مقارنة على فكرة، لأن المقارنة بتكون بين اتنين بس، بينما الدرجة التالتة اللي هي كلمة أم بستخدمها في حاجة اسمها التفضيل. يبقى أنا كده بستخدم حالة التفضيل، لو استخدمت كلمة أم بستخدم حالة التفضيل. بستخدم مع كلمة جود بتبقى أمبستن، كلمة فيل بمعنى كتير، كلمة جود طبعا معنى جيد، كلمة فيل بمعنى كتير، أم مايستن، كلمة جير معناها بشغف تبقى أم ليبستن. لو أنت ملاحظ لو لقيت كلمة أم هتلاقي هنا تن تن تن، بستن مايستن وليبستن. بينما لو ما لقيتش كلمة أم هلاقي كلمة نخ أو فيل، وبالمناسبة ممكن أشيلهم. الجود بتتحول إلى بسر، وفيل بتتحول إلى مير، وكلمة جيرن بتتحول إلى ليبر. تعال ندي كده مثال عشان نفهم، وده السؤال لازم هيجي في الامتحان. توم شبريشت جود انجلش، توم بيتكلم انجليزي كويس، ادي كلمة جود اهي. ابر ولكن دويتش شبريشت اير ام، طالما لقيت قبل الاقواس، طبعا بفترض هنا ان في اقواس، طبعا طالما لقيت كلمة ام يبقى انا عايز حاجة من التلاتة دول، هل هي بيستين ولا مايستين ولا ليبستين؟ هتقول لي طب انا هختار على اساس ايه؟ هتختار على اساس الصفه اللي موجوده في الجمله الاولى. الصفه اللي موجوده عندي كلمه جود، والجود تبقى ام بيستين. واضح؟ علي شبريشت فيل، علي شبريشت فيل، علي بيتكلم كتير. خد بالك كلمه فيل هنا في فيل وهنا في فيل. اولا فيل دي غير فيل دي تماما، فيل دي اللي بيجي بعديها الدرجه الثانيه لازم تيجي قبل الاقواس، لازم تيجي قبل الاقواس، بينما فيل دي بتيجي في الجمله الاولى اللي هي عن اللي انا بصعدها، يا اما درجه ثانيه او درجه ثالثه. علي شبريشت فيل، اسلام شبريشت نخ، لقيت كلمه نخ ادي كلمه نخ اهي، يبقى مقارنه ولا تفضيل؟ نخ تديني مقارنه، يبقى انا عايز يا اما بيسر يا اما مير يا اما ليبر. طب انا هعرف منين؟ اروح اراجع للجمله الاولى واشوف الصفه اللي موجوده كلمه فيل، وفيل في حاله المقارنه بتتحول الى مير، كلمه مير معناها اكثر، بينما كلمه امايست معناها الاكثر. فيندست دو برلين نقط يا سيست ام بيستن. خد بالك السؤال هنا جه بالعكس، جه بالعكس ازاي؟ جاب لي الدرجه الثالثه اللي هي ام بيستن، وبيقول لي رجعها لي الى الدرجه الاولى. هرجعها له الدرجه الاولى ازاي؟ فين ديستلو برلين يا اسيست ام بيستن، ادي ام بيستن، رجعها للدرجه الاولى بتاعتها اللي هي كلمه جود.
ايش اسافش ابا فلايش اسي ايش ليبر، نفس الكلام. هنا جاب لي في الجملة التانية الدرجة التانية، يبقى انا عايز الدرجة الاولى، يبقى كلمة ليبر دي درجة تانية، عايز احولها بقى لاصلها في الدرجة الاولى بتبقى تمام، تبقى جيرل. ايش اسي جيرل فيش ابا فلايش اسي ايش ليبر ديز بريلا جيفيرت مير ام. خد بالك بقى دي جملة مهمة قوي، هذه النظارة جيفيلت يعني بتعجب، ومير بتعجبني ام. هتقول لي هنا طب ما هو ما جاب لي، هو جاب لي كلمة ام، يبقى انا عايز يا اما بيستن يا اما مايستن يا اما لي بيستن. حلو كده، ما جابليش الصفة اللي انا اصعدها، هل هي جوت ولا فيل ولا جير، ما جابليش الصفة اللي انا اصعدها. خد بالك لو لقيت فعل جيفالن او شتين او باسن او فيندن او شميكن، الافعال دي الصفة اللي بتتصعد في الحالة دي هي الصفة جوت، وبالتالي الإجابة يا إما هتكون جوت يا إما أمبستن يا إما نوخ وفيل أو بصر في حالة وجود فعل من هذه الأفعال. جفالن يعني يعجب، شتين يعني يناسب أو يلائم، وبصن يناسب أيضا، وفندن يعني يجد، وشميكن يعطي مذاق. وبالتالي هنا أم مع فعل جفالن يبقى أم بستن. كده يبقى إحنا اتكلمنا عن درس مهم جدا وهو تصعيد الصفة. نبدأ بقى نتكلم عن جزئية جديدة ألا وهي الأعداد الترتيبية. يلا بينا. الأعداد الترتيبية من الدروس الهامة جدا. العدد الترتيبي قد منكون إزاي صيغة العدد الترتيبي؟ أنا عايز أقول الأول، الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا. عشان اكون صيغه العدد الترتيبي بجيب الرقم وبحط للرقم يا اما تي يا اما بحط له تن. يبقى الرقم اجيب اي رقم كده وليكن مثلا فيمف يعني خمسه، فيمف يعني خمسه، عايز اقول الخامس تبقى يا اما فيمف تي يا اما فيمف تن. طب يعني ايه تسين؟ يعني 10. طب يعني ايه العاشر؟ تسين تي او تسين تن. يبقى بنحط العدد الترتيبي يا اما تي يا اما تن. طب امتى هنحط العدد الترتيبي تي وامتى احط له تن؟ تعال اقول لك امتى هنحط له تي وامتى هنحط له تن. العدد الترتيبي اذا سبقه اداه تعريف، فالاداه دير او دس او دي، اذا سبق العدد الترتيبي اداه تعريف بنحط له تي، بينما اذا سبقه حرف جر زي ام وام وبستوم وتسوم، اي حرف جر في الحاله دي بنحط له تن. دي ابسط حاجه عشان تفهم العدد الترتيبي. يبقى العدد الترتيبي لو قبليه اداه تعريف تي، قبليه حرف جر تن. يمكن كتابه العدد الترتيبي باضافه نقطه بعد العدد بس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايز اقول مثلا الخامس اروح كاتبها كده خمسه وجنبيها نقطه، الثامن اروح جانب الثمانيه وجنبيها نقطه، لازم احط نقطه كده تحت الرقم. طب الخمسة نقطة، الثمانية نقطة، الستة نقطة دي هل بيسبقها أداة ولا عدد ترتيب ولا حرف جر؟ الاثنين. يبقى الحرف الجر أو أداة بنحط الرقم وجنبيه نقطة. إشبراوخ دي نقط بريل، أنا أحتاج النضارة مثلا الخمسة، النضارة دخلت مثلا محل نضارات وأقول للراجل أنا عايز النضارة التالتة الرابعة الخامسة، أيا كان العدد الترتيبي طالما أداة تعريف يبقى أنا أحط العدد الترتيبي ت، اختار اي رقم وليكن مثلا فنف. اشبراوخ دي فنف تبرل، انا احتاج النظارة الخمسة. ماين جيبورت ستاج، عيد ميلادي استأم مي. عيد ميلادي بيكون في مثلا العاشر من مايو، الحادي عشر من مايو، ايا كان هنا في حرف جر يبقى نحط تن، واختار اي رقم وليكن مثلا الف اللي هو 11، يبقى ام الفتن ماي. بالمناسبة يجوز ان انا اكتب الفتن دي اكتبها كده تبقى صح، يجوز ان انا اكتب فنفتة اكتبها خمسة وجنبيها نقطة برضه تبقى صح. هويت استدير ابريل، النهاردة بيكون مثلا هنا في اداة تعريف يبقى نحط تي تي اي، واختار اي رقم. النهاردة مثلا بيكون مثلا السادس من ابريل. هويت استدير زيكست ابريل، هويت استدير زيكست ابريل
برضو صح، يبقى نكتبها بالصيغه دي او بالصيغه دي. ايرفونت اما شتوك في حرف جر، يبقى اجيب الرقم واحط له 10، هو ساكن في الدور مثلا الاول. ام ارستن شتوك، كلمه ارستن معناها الاول. ايش هابي اورلاوب، انا عندي اجازه. بست سوم حرف جر، يبقى تين ولا تين، هنحط تين. انا عندي اجازه حتى مثلا الثاني من اغسطس. ام بست سوم تسفايتن ماي، ممكن اكتبها طبعا بالصيغه دي. السؤال اللي بعده، ماي استدير مناط، شهر ماي ويكون الشهر الايه في هنا دير، يبقى نحط ت. وشهر ماي انتوا تكتبوا ايه في الشهور، الشهر الخامس يبقى فين في تي، ممكن اكتبها برضو بالصيغه دي. ده بالنسبه لي الاعداد الترتيبيه. نخش على ادوات الربط، يلا بينا. ادوات الربط من الدروس ايضا الهامه جدا اللي لازم اجيلك عليها جمله في الامتحان، وبصفه خاصه اداه الاستفهام دين واداه الاستفهام اوبر. كلمه دين بمعنى لان، وكلمه اوبر بمعنى ولكن، ودول الاداتين الاهم. في عندي اداه استفهام اسمها اداه ربط اسمها اند، اللي هي معناها و اند يعني، وكلمه اوضر بمعنى او ولا، دي تيجي في حاله التخييم. يبقى كلمة دن بمعنى لأن، وكلمة أوبر بمعنى ولكن. توم كان نيشت كومن، توم كان نيشت كومن يعني توم مش هيقدر يجي. إير إيز كرانك، هو مريض. يبقى توم مش هيقدر يجي لأن هو مريض، تبقى دن إير إيز كرانك. اشمشت انسكينو جين، اشمشت انسكينو جين، انا ارغب الذهاب الى السينما. ايش هاب كاين جلد، ايش هاب كاين جلد، انا معيش فلوس، يبقى اقول ولكن انا معيش فلوس. اوبر ايش هاب كاين جلد. تريفل فير هويت ام ابند، هو بيساله بيقول له نتقابل النهارده بالليل. كاين بروبليم، ما فيش مشكلة. أم في فين أور، أم في فين أور يعني في أي ساعة أو إمتى يعني، يبقى يقول له ولكن إمتى، يبقى كلمة أوبر بمعنى ولكن. إيش هاب أينين زون، أين تختر، أنا أمتلك ابن وابنة، يبقى هنا نستخدم كلمة تمام، هنستخدم أند، كلمة أند بمعنى و. ترينكس دو تي كافي، هو بيساله هنا بيقول له تشرب شاي ولا قهوه، يبقى هنستخدم كلمه اوردر، كلمه اوردر بمعنى او ولا. ايش لرن دويتش، انا بتعلم الالمانيه. دويتش ماخت شباس، كلمه شباس بمعنى ممتع، يبقى لان الالمانيه تجلب السعاده، يبقى دين دويتش ماخت ايش باكس. يبقى احنا كده اتكلمنا عن ادوات الربط، يلا بينا نتكلم عن اخر جزئيه وهي كلمه ترمين الموعد، ونعرف تغيير الموعد وتاجيل والاتفاق على موعد جديد، يلا بينا. كلمه ترمين بمعنى موعد، الافعال التي تستخدم مع كلمة ترمين برضو من الجمل التي تتكرر كثيرا في الامتحان، وبصفة خاصة في سؤال التاكزيتاتسيون المواقف اليومية. الفعل أبزاغن، ترمين أبزاغن بمعنى يلغي موعد، يبقى أنا عندي ميعاد أنا لغيت الميعاد، بنستخدم الفعل أبزاغن، وأبزاغن يلغي موعد. إندرن، الفعل إندرن بمعنى يغير موعد، أنا بغير الميعاد، إندرن. فرشيبن أوف، فرشيبن أوف يؤجل موعد حتى، أنا بأجل ميعاد لغاية وقت تاني. فير أين بارن، يتفق على موعد جديد أو يحدد موعد، لو أعمل ميعاد جديد مع دكتور أو حاجة بستخدم الفعل فير أين بارن.
هل احمد مشت بين ترمين او في منطق السيد احمد يرغب؟ مشت يعني يرغب، يبقى عايز في نهايه الجمله فعل في المصدر، يبقى هيختار فعل من دول. بين ترمين الموعد او في منطق يوم الاثنين، يبقى هو بيأجل الموعد ليوم الاثنين عشان في كلمه اوف طبعا، يبقى هتبقى فيرشيبن. يبقى فيرشيبن بمعنى يؤجل، فيرشيبن او في يؤجل. حتى ايش كان لايدر نيشت كومن، ايش كان لايدر نيشت كومن، انا للاسف مش هقدر اجي. ايش موس دين ترمين، انا لازم الغي الميعاد خالص. يبقى ابزاجن الغي الميعاد، يبقى الفعل ابزاجن بمعنى يلغي موعد. كاين بروبليم، كاين بروبليم، مفيش مشكله. دو كانست دين ترمين، انت تقدر تغير الميعاد. هو بيقول له مفيش مشكله عندي ان انت تقدر تغير الميعاد، يبقى الفعل اندر بمعنى يغير. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الخاص بالجراماتيك. اسمع مجموعه الفيديوهات دي، ان شاء الله لن يخلو منها سؤال في امتحان اخر العام. كان معاكم هير احمد مهدي، ما تنساش لايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.